قادما من فنزويلا ونيكاراغوا، حاملا اتفاقيات وتفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات مع هذه القارة، حط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في هافانا ليختتم جولته اللاتينية في كوبا الثورة والمرجعية السياسية للقارة، زيارة توجت بلقاء الزعيم راؤول كاسترو الذي شكر إيران على دعمها لبلاده في الحرب التي تخوضها ضد الحصار الأمريكي. في قصر الثورة وبعد مراسم الاستقبال، عقد رئيس جلسة مباحثات مع نظيره الكوبي، استعرض خلالها العلاقات الممتازة بين البلدين اللذين تربطهما الكثير من القواسم المشتركة. إيران بلد صديق تربطنا به علاقات تاريخية، هذه الزيارة تمثل استمرارية للحوار والتنسيق المستمر على كل المستويات بين البلدين. إن تجربة إيران هي تجربة مهمة جدا بالنسبة إلينا، نشكر لكم هذه الزيارة في وقت يتعرض بلدنا فيه لهجمة إعلامية وعقوبات اقتصادية، كلنا ثقة وإرادة كاملة في تعزيز العلاقات بيننا. كل الاحترام للشعب الكوبي البطل، منذ انتصار الثورة الإيرانية أخذت العلاقات مع كوبا وثورتها منحا آخر وهي تتعزز كل يوم. كوبا وإيران تعيشان ظروفا متشابهة والبلدان لديهما كثير من القواسم المشتركة، كلا شعبين يدافع عن سيادته وهما لا يتنازلان عن مبادئهما ولا يخضعان للإمبريالية الأمريكية وحلفائها. منتدى اقتصادي لتعزيز الأعمال الإيرانية في الدولة الكاريبية وست اتفاقيات تم توقيعها خلال الزيارة، شملت وثيقة تعاون شامل بين البلدين وأخرى في مجالات العلاقات الخارجية والتعاون القضائي، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والجمارك. وقعت ست اتفاقيات، اثنتان منها تتعلق بالأمور الجمركية لأنها تشكل أهم عامل للتجارة استيرادا وتصديرا بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقيات في الاتصالات الرقمية والبيانات والتكنولوجيا والعدل. والأهم في كل ذلك هو وثيقة أو اتفاق التعاون الشامل، وهي وثيقة نوقعها مع الدول التي لدينا بالفعل علاقة استراتيجية معها، ومن خلالها تجري كل ستة أشهر مراجعة جميع العلاقات الثنائية في المجالات كلها. جولة تأتي لتعزيز علاقات إيران وتحالفاتها مع دول تشاركها نظرتها إلى القضايا الدولية الهامة، وحافظت على خطابها المتمثل في التصدي للإمبريالية ومناهضة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تعدها واشنطن حديقة خلفية لها. تولي إيران اهتماما كبيرا بمنطقة أمريكا اللاتينية، وإضافة إلى الأهمية السياسية التي تحملها الزيارة، فإن أحد أهم أهدافها هو النهوض بالتعاون الاقتصادي بينها للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تشكل قاسما مشتركا إضافيا للتعاون بين هذه البلدان. عروة محمود، هافانا، الميادين.